السلام عليكم، معاكم دكتورة سلوى، وهنتكلم عن أول محاضرة في الـ Development of the Genital System. احنا لما نيجي نتكلم عن الـ Development of the Genital System بنتكلم عن 3 points. الأول Development of the Gonads اللي هما الـ Testis والـ Ovary، Development of the Genital Ducts، وأخيرا الـ Development of the External Genitalia. طيب هنبدأ بالـ Gonads اللي هي الـ Testis أو الـ Ovary. التسس او الاوفري بيكونوا في الاول زي بعض. منين المنظر ده؟ ايه بقى عشان نشوفه؟ اللي احنا شايفينه ايه قدامنا ده عباره عن امبريو. الاصفر دي عباره عن الجت، تمام. هنلاقي الجت ورا كده فيها ميزنتري اسمه الدورزال ميزنتري. طيب على جانبين الدورزال ميزنتري في البوستيريور ابدومينال وول او في الكولاميك كافيتي هلاقي حفه الايه ثيكنينج من الميزوديرم. يبقى ميزوديرمال ثيكنينج على جانبين الدورزال ميزنتري بتاع الجت. الثيكنينج ده هو اللي هيعمل لي اما تيسس او اوفري، وبنسميه الجينيتال ريدج او الجونادال ريدج. يبقى التيسس او الاوفري بيبدا يكونه من ثيكنينج من الميزوديرم. الثيكنينج ده على جانبين الدورزال ميزنتري في البوستيرور ابدومينال وول او في الكولاميك كافيتي، اسمها دلوقتي كولاميك كافيتي، اسمه ايه الجونيدال او الجينيتال ريدج، تمام. طيب ناخد بالنا من حاجه تاني. الصوره اللي جنبها دي جنبها اليوك ساك. اليوك ساك بتطلع منه مجموعه سيلز اسمها بريمورديال جيرم سيلز. اليوك ساك الوول بتاعته اندوديرمال، مجموعه السيلز دي بريمورديال جيرم سيلز اندوديرمال سيلز. هنلاقيهم في الصوره التانية ايه حصل لهم مايجريشن along الدورزال ميزنتري، والسهم وصلهم لفين؟ للريدج اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الجينيتال ريدج او الجونادال ريدج. يبقى سواء كان تيسس او اوفري بدايه الديفلوبمنت بتاعهم من ايه جينيتال ريدج، وده ايه ميزوديرمال ثيكنينج اتكون على التو سايدز اوف ذا دورزال ميزنتري بتاع الجوت. بيوصل له ايه الميزوديرمال ثيكنينج ده؟ بيوصل له بريمورديال جيرم سيلز، ودول عباره عن اندوديرمال سيلز. يوصلوا له ازاي؟ سيلز اهي بتبدا تهاجر مايجريتنج along الدورزال ميزنتري، وتوصل على الناحيه دي وعلى الناحيه الثانيه، وتدخل داخل الجينيتال ريدج او الجونادال. برده لسه في الصوره دي، طبعا السيلز الحمراء دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اللي جبنا سيرتها عباره عن الجيرم سيلز اللي هي عباره عن اندوديرمال، واللي بتوصل له عن طريق المايجريشن عن طريق الدورزال ميزنتري. يا ترى الجيرم سيلز اللي هي الاندوديرمال دي مهم؟ ايوه مهم. هي تبدا توصل في الاسبوع السادس، ومهمه لان هي ايه اندكتيف، ليها اندكتيف انفلونس على الديفلوبمنت اوف ذا جونيدز. معنى ذلك ان عدم وصولها ممكن يخلي الجونيدز دي او الجينيتال ريدج لا تتحول لتستس ولا تتحول لايه لاوفري. يبقى الاندوديرمال جيرم سيلز اللي كان طلعت من اليوكسيك ومايجريتنج along الدورزال ميزنتري بتاع الجوت اللي وصلت للجينيتال ريتش توصل له في الاسبوع السادس انترا يوتراين، مهمه جدا لان هي المحفز لتكوين الجونادز. طيب يبقى احنا كده ده الشكل الاخير اللي هو اسمه انديفرنت جونيد. عندي حاجتين، الاسود عباره عن ميزوديرم عامل لي بريميتيف سكس كوردس وكله على بعض كده اسمه جينيتال ريتش، والاحمر ده عباره عن اندوديرمال سيلز اسمها بريميتيف جيرم سيلز. المنظر ده احنا اللي عارفينه، لا هو تيستس ولا هو اوفري، وبالتالي سميناه ستيج اوف انديفرنت جونيدز. ازاي بقى يتحول لتيستس او يتحول لايه لأوفري؟ طيب لو ده ميل امبريو يبقى اكيد عنده واي كروموزوم. الواي كروموزوم بيتميز بوجود حاجه اسمها سكس ديتيرمايننج ريجون على الواي كروموزوم. السكس ديترمينينج ريجن دي تعمل ايه؟ توجه الاندفرنت جونيد عشان تعمل لي ايه تيستس، تمام، وتكمل باقي الانترنال ميل اورجانس. يبقى لو هو ميل امبريو عنده واي كروموزوم، الواي كروموزوم بيحوي جين عليه اسمه سكس ديترمينينج ريجن او سكس ديترمينينج جين، ده يوجه الاندفرنت جونيد عشان تعمل لي التيستس وتكمل باقي الانترنال ميل اورجانس. طيب يا ترى الانديفرنت جونيد اهو ازاي دي هتتحول لتستس؟ ده شكل الانديفرنت جونيد. نفتكر تاني الانديفرنت جونيد عباره عن ايه؟ عباره عن ريدج اهو اسمه
جنيه الريتش، الريتش ده طلعت منه شبه عود الكبريت اللي هو الاسود ده اللي هي بريميتيف سكس كوردس، ودي ميزوديرمال ان اورجن، والسيلز اللي لونها احمر دي ده عباره عن اندوديرمال جيرم سيلز، اندوديرمال جيرم سيلز اسمها بريمورديال جيرم سيلز. تمام، يبقى عندي نوعين من السيلز، ميزوديرمال الاسود واندوديرمال اللي هو لونه احمر. طيب ده هيتحول ازاي لايه؟ لستس. هلاقي ايه بقى في الصوره اللي بعدها؟ هلاقي ان السكس كوردس حصل لها ايه في الصوره دي؟ هل اختفت؟ لا، ده السكس كوردس دي هنا لو ده ميل هلاقي السكس كوردس دي بدات بروليفريت اكتر، مش بس كده ده مالت المظله بتاعه الجينيتال ريدج وسميناها، ما دام هي ماليه المظله سميناها المدلري كوردس. يبقى بريميتيف سكس كوردس عندي دي في لو ده ميل امبريو هيبدا ايه البريميتيف سكس كوردس حصل لها بروليفريشن، كبرت اكتر وعملت ايه؟ ملت المظله وباسمها ميدالري كوردس، ميدالري كوردس. طيب ايه تاني حصل في الصوره؟ هلاقي ايد الميدالري كوردس ايه اللي قلناها. طب نبص كده عند الهايلم بتاعه الجينيتال ريدج اللي بيشبه الجلاند كده بشكله اوفال او شكله راوندد ان شيب، هلاقي عند الهايلم شويه من البريميتيف كوردس دي، مش كلهم، شويه صغيرين من البريميتيف سكس كوردس دي حصل له ايه؟ حصل لهم بريك داون، اتكسروا وعملوا لي ايه؟ تيني ستراندس، خيوط رفيعه كده، ودول هسميهم الريد تيستس. تمام، يبقى معظم الكوردس حصل لها بروليفريشن وعملت لي الميدالري سكس كوردس، مالت المدله شويه صغيرين اتكسروا عند الهايلم وعملوا لي الريد تيستس او الريد ايه تيبيولز او الريد كوردس. حصل ايه تاني؟ هنلاقي ان السكس كوردس دي نلاحظ ان الى حد ما حصل لها سيبريشن من السكس كوردس دي اللي لونها بني، حصل لها سيبريشن من السيرفيس ابيثيليوم. طب حصل لها سيبريشن ازاي؟ لان بدات تتكون اللونها الرمادي دي عباره عن ثيك كونكتيف تيشو ميمبرين سميناها تونيكا البوجينيا. يبقى السيرفيس بدا يبقى ثيك وعمل لي ثيك فايبرس كونكتيف تيشو لاير اسمها تونيكا البوجينيا، ودي عملت ايه؟ فصلت لي السكس كوردس اللي لونها بني من السيرفيس ايه ابيثيليوم. طيب لسه احنا في تكوين الايه التست، هنلاحظ ان في الشهر الرابع طبعا احنا انترايوتراين السكس كوردس دي اللي طويله طول شبه عواد الكبريت حصل لها ايه؟ تحولت في الشهر الرابع الى ايه؟ هورس شيب، هورس شو شيب. تمام، هورس شو شيب بقت عباره عن ايه؟ زي ايه الثلاث ارباع دايره كده او بشكلها هورس شو شيب. تمام، ودي اللي هتعمل لي السيمينيفراس تيبيولز اللي ماليه التستس. طيب حصل ايه تاني؟ هلاقي كمان هنا كانت السكس كوردس مفصوله شويه عن الريت تستس، لا هنا في الصوره اللي في الشهر الرابع دي هلاقي الهورس شو كوردس دي بقت كونتينوس مع التيني تيبيولز اللي هي الريت تستس. يبقى في الشهر الرابع التستس كوردس بقت شكلها هورس شو شيب وهتعمل لي السيمينيفراس تيبيولز، وبقت كونتينوس مع الصغيرين دول اللي هم عباره عن الريت تيستس، وطبعا لازال الهورس شو كوردس دول مفصولين عن السيرفيس بايه؟ بالتونيكا البوجينيا، بالتونيكا البوجينيا. كده اتكونت السيمينيفراس تيبيول. لو احنا خدنا سيكشن في اي واحده من البورني دول هو عباره عن ايه؟ نفس السيكشن اللي متاخد في السيمينيفراس تيبيول. طيب احنا لو فاكرين السيكشن في السيمينيفراس كان كام نوع، ده المنظر اهو، كام نوع من الخلايا موجود في السيمينيفراس تيبيول. داخل السيمينيفراس تيبيول عندي نوعين من الخلايا، عندي سبرماتوجونيا اللي هتعمل لي السبيرمس، ودول يا ترى ميزوديرمال ولا اندوديرمال ان اورجن؟ كل السبرماتوجونيا جايه من البريمورديا جيرم سيل اللي كانت جايه من اليوك ساك، يبقى دول اندوديرمال ان اورجن. طيب داخل السيمينيفراس تيبيولز برضو في سبورتنج سيل كبيره كده اسمها سارتولي سيل، يا ترى دي اندوديرمال ولا ميزوديرمال؟ دي جايه من الابيثيليال سيلز يعني من الجينيتال ريدج، يبقى دي ميزوديرمال ان ايه ان اورجن. يبقى داخل السيمينيفراس تيبيولز في نوعين من السيلز، سبرماتوجونيا دي جايه من البريمورديال جيرم سيلز يبقى دي اندوديرمال ان اورجن،
السارتوري سيل دي جاي من الابيثيليال سيلز بتاعت الجيرم ريتش، ودي ميزوديرمال ان ايه ان اورجن. تمام. طبعا السمينيفرس تيبيولز بتفضل كده ملهاش اليومن، ما موجود فيها الخلايا، لكن هي الخلايا مش شغاله. هتبدا تشتغل امتى الخلايا وتبدا يتكون اليومن داخل السمينيفرس تيبيولز؟ كل الكلام ده ما بيحصلش قبل البيوبيرتي. يبقى عند البيوبيرتي تبدا السمينيفرس تيبيولز الخلايا دي اللي اتكلمنا عنهم الاثنين دول يبداوا يشتغلوا، ويبدا السمينيفرس تيبيولز يبقى لها ايه اكتيفيتنج سيلز وليها ايه اليومن. طيب في نوع تاني من الخلايا ان بتوين كل سمينيفرس تيبيولز اهو بينهم، في نوع من الخلايا اسمه انترستيشال سيل اوف ليدنج. انترستيشال سيل اوف ايه سيلز اوف ليدنج، الخلايا دي جايه ترى اندوديرمال ولا ميزوديرمال؟ دي جايه من الميزنكايم بتاع الجونادا الريج، يبقى دي ميزوديرمال ان اورجن. مهمه ليه بقى الخلايا دي؟ لان الخلايا دي هتبدا في الاسبوع الثامن تفرز هرمون التستوستيرون، وما دام اتكون عندي التستوستيرون يبدا يوجه الاكسترنال جينيتاليا عشان تبقى شكل الميل اكسترنال جينيتاليا. يبقى كل ما التستوستيرون اول ما يتكون التستوستيرون الاكسترنال جينيتاليا تبدا تاخد شكل الميل. كل ما كان في مشكله في التستوستيرون برودكشن هيبقى في مشكله في شكل الاكسترنال ايه جينيتاليا. تمام. ده التستس. طيب لو لاحظنا ان الجينيتال ريدج فين دلوقتي، الجينيتال ريدج اللي عمل لي التستس مكانه فين؟ على التو سايدز بتاع الدورزال ميزنتري بتاع الجوت، يعني مكانه فين؟ في البوستيرور ابدومينال وول. طب يا ترى هي التستس مكانها الاصلي عندنا في البوستيرور ابدومينال وول؟ لا، التستس مكانها الاصلي في السكروتم بره الجسم. يبقى هتبدا مرحله بقى تنزل من المكان اللي اتكونت فيه لمكانها الاصلي. المكان اللي اتكونت فيه فين؟ فوق اهو في البوستيرور ابدومينال وول. مكانها الاصلي فين؟ تحت بقى في الايه في السكروتم. تبدا مرحله الديسنت اوف ذا تيستس. يبقى التيستس بتعدي بمرحله مهمه اسمها ديسنت اوف ذا تيستس، نزول التيستس من فين لفين؟ من المكان اللي اتكونت فيه اللي هو في البوستيرور ابدومينال وول لغايه ما تاخد مكانها فين في التيستس. طب تنزل ازاي؟ هنلاحظ ان التيستس اهي ايه الاخضر اللي ماسك فيها ده؟ الاخضر اللي ماسك فيها ده زي ايه بقى؟ حاجه ماسكه في الكودال اند بتاعها او اللور اند بتاعها، ليجامنت كده طويل هسميه جبرناكولم تيستس. ده ماسك ايه بين ايه وايه؟ ماسك اللور او الكودال اند اوف ذا تيستس بالسكروتال سويلينج. تمام. ده يبدا يشد التيستس عشان تنزل لتحت. طب يشدها ازاي؟ يشدها ان هو نفسه يحصل له شورتنج، تبدا مع الوقت يحصل له ايه شورتنج، فكل ما يحصل له شورتنج شويه يروح شادد التيستس من ايه من فوق لتحت. كل ما يحصل له شورتنج يبدا يشد التيستس ويخليها تنزل لغايه ما توصل لمكانها الاساسي عندي في السكروتم. طب مين اللي بيحرك الجبرناكولم ده؟ اللي يحركه هو التستوستيرون، هو المسؤول عن الشورتنج اوف ذا ايه جبرناكولم تيستس اللي هو هيعمل لي ديسنت اوف ذا ايه اوف ذا تيستس. طيب ايه مراحل نزولها ايه التيستس؟ هي اتكونت عندي في البوستيرور ابدومينال وول. تمام. توصل للالياك فوسا في الشهر الثالث انترايوتراين، توصل للانجوانا الكنال في الشهر السابع انترايوتراين، توصل للايه سوبرفيشال انجوانا رينج اللي هي الاكسترنال اوبننج بتاع الانجوانا الكنال في الشهر الثامن، توصل للسكروتم امتى؟ في بدايه الشهر التاسع. وعشان كده الامبريو اللي ممكن يتولد قبل 9 شهور في الغالب السكروتم بتبقى فاضيه لان التستس لسه ما حصل لهاش ايه تيستنج. التستس وهي نازله هي كانت في البوستيرور ابدومينال وول، ايه اللبن اللي عندنا في الصوره ده؟ دي البروتينيوم. طيب التستس وهي نازله تعمل ايه بقى؟ تروح واخده لي ايه فولد، الفولد اللبني ده من البروتينيوم. الفولد ده او الساك دي اسمها ايه؟ اسمها بروسيسز فاجينالز. يبقى السكروتم وهي نازله تروح واخده معاها فولد من البروتينيوم، اسمه ايه الفولد ده او البروسيس ده؟ اسمه بروسيسز فاجينالز. تمام. تبدا التستس تنزل، التستس اهي في اخر صوره دي وصلت للسكروتم. ايه ده الفولد اللي خدته حواليها اللي هو الايه اللي كان اسمه بروسيس فاجينالز بيحاولين التستس. طب هيفضل كده ماسك في البروتينيوم؟ لا، لاحظنا انه بدا ايه يفقد اتصاله بالبروتينيوم. وبيعبارة عن ايه البروسيس اللي نزل ده؟ بيعبارة عن كيس صغير ليه تو لاير محيط بالتستس،
وهو ده اللي اسمه ايه تونيكا فاجينالز، ليه تو لاير، لاير فيزرال لاير لازقه في التستس ومن بره شويه في بارايتال لاير، وبينهم اليومن صغير وبينهم ايه فلويد بسيط جدا يسمح بالتو لاير انهم يتحركوا على بعض. يبقى طبيعي البروسيس الفاجينالز ده اول ما يوصل، اول ما التستس تكمل الديسنت بتاعها هيحصل ايه بقى، يتكون عندي الكيس ده اللي اسمه تونيكا فاجينالز، وطبيعي ان يحصل كلوجر للبروسيس الفاجينالز دي، او يفقد التونيكا فاجينالز تفقد اتصالها بالايه بالبروتونيوم. طيب يا ترى التستس ليها انوماليز؟ هي دايما اي حاجه طالعه او نازله دايما بيبقى لها انوماليز. كونجنتال انوماليز اوف ذا تستس، واولها دايما الاجينيسيس، يعني هي وارد ان هي ما تتكونش سواء كان على ناحيه واحده او ناحيتين، يبقى الاجينيسيس يونيلاترال او بايلاترال، وده ايه الاسكوب. المور كومون ايه بقى، ان تبقى في مشاكل عندها في التستس وهي نازله، ده اللي بيسموه ايه كريبتوركيديزم. طيب يا ترى انا لو ما لقيتهاش في السكروتم هدور عليها فين؟ احنا خدنا مسارها، يبقى لو ما لقيتهاش في السكروتم بدور عليها في المسار الطبيعي بتاعها. لو لقيتها في المسار الطبيعي يبقى ده اسمه ترو اندستندد تيستس. يبقى ممكن الاقيها فين؟ في الالياك فوستا، الاقيها في الانجوينال كانال، الاقيها في السوبرفيشال انجوينال رينج، يبقى الاقيها في مكان المسار الطبيعي بتاعها، يبقى ده ترو كريبتوركيديزم او ترو اندستندد تيستس، وده الموست كومن انومالي موجوده في التيستس. طيب لكن في حاجه تانية، ان هي وممكن ان هي نازله تروح ايه، تروح حصل لها ديفيشن عن مسارها الطبيعي. اول ما يحصل لها ديفيشن عن مسارها الطبيعي والاقيها في حته مش في المسار الطبيعي بتاعها، يبقى دي اسميها اكتوبيك ايه تيستس. يعني اللي هنا لقيناها فيمورال، في الفيمورال ريجن، هنا لقيناها بري بينايل، تمام. يبقى ايه دول اماكن غريبه عن المسار الطبيعي بتاعها، يبقى التستس دي حصل لها مشكله في النزول لكنها ايه بقت اكتوبيك. اكتوبيك يعني في حته مش في المسار الطبيعي ايه بتاع التستس. طيب اللي ده منظرين اهم، التستس دي لونها احمر دي اللي على اليمين، ده تستس انتر ابدومينال تستس، معنى ذلك دي ما حصلهاش ديسنت تماما، لسه موجوده في البوستيرو ابدومينال وول. طيب الناحيه الثانيه هنلاقي بقى تستس موجود فيها الجبرناكولوم، طبيعي ان الجبرناكولوم ده بيختفي تماما، لا هنا الجبرناكولوم لسه موجود، معنى ذلك ان هي ما حصلهاش كومبليت تستس. موجوده في السكروتم لكن ايه هنلاقيها في الابر سكروتم، مش هنلاقيها في مكانها الطبيعي في الباك بايه بتاعها، تمام. الانومالي اللي بعد كده احنا قلنا ايه البروتين الكافيتي اللبني اللي فوق ده، واللبن اللي تحت ده المفروض ان هو الايه التونيكا فاجينالز، والمفروض البروسيس فاجينالز ده بيقفل بدري. طب يا ترى لو اتاخر البروسيس فاجينالز ده في انه هو يقفل يحصل ايه؟ ان الفلويد الموجود في البروتينيال كافيتي يبدا بالجرافيتي ينزل ويملى الكيس اللي حوالين التستس. الكيس اللي حوالين التستس اسمه ايه؟ اسمه تونيكا فاجينالز، بيتملى بفلويد وسميناه هيدروسيل. يبقى هيدروسيل معناه فلويد كونجينيتال، طبعا يعني مولود بيه، كونجينيتال هيدروسيل يعني ايه اكوموليشن اوف فلويد ان ذا تونيكا فاجينالز. هو طبيعي في فلويد في التونيكا فاجينالز، في فلويد بسيط خالص يسمح للتو لاير البارايتال والفيزر لاير انهم يتحركوا على بعض. لا لقينا ان في فلويد كتير يبقى ده كونجينيتال هيدروسيل. كونجينيتال هيدروسيل سببه ايه؟ ان البروسيس فاجينالز تاخرت في ان هي يحصل لها اوبليتريشن، فالفلويد اي فلويد اتكون في البروتينيال كافيتي راح نزل على طول بالجرافيتي وحصل له اكوموليشن داخل الايه التونيكا فاجينالز. طيب اللي عندي كونجنتال هيدروسيل ممكن البروس فاجينالز بعديه تقفل، ويبقى المنظر اللي احنا شايفينه ده، يبقى فيه كونجنتال هيدروسيل لكن اسمه نون كوميونيكيتنج. ليه؟ لان البروس فاجينالز قفلت، تمام. نون كوميونيكيتنج بمين؟ بالبروتينيال كافيتي. ليه نون كوميونيكيتنج؟ لان البروسيس فاجينالز قفلت. لو فضلت البروسيس فاجينالز مفتوحه يبقى اسمه ايه بقى كوميونيكيتنج هيدروسيل، يفضل هيدروسيل حوالين التستس وكونكتد بالايه بالبروتينيال كافيتي. طيب احيانا البروسيس فاجينالز دي تفضل مفتوحه بس مش اللي ينزل فلويد،
لا ده احيانا حاجه انترابورتونيال كونتنت، ممكن تبقى سمول باول انتستين، ممكن يبقى اومنتم، يروح ايه بقى اندر بريشر اللي موجود في الابدومينال كافيتي، يروح نازل داخل البروسيسز فاجينالس، وتتكون عندي هيرنيا اسمها انجوينال هيرنيا، واكيد كونجينيتال لان هي ايه سنس بيرس، يبقى دي كونجينيتال انجوينال هيرنيا هيبقى سببها ايه بيتن بروسيسز فاجينالس. اللي نزل هنا مش فلويد، لا اللي نزل هنا يا اما سمول باول سمول انتستين، او نزل عندي ايه اومنتم، نزل او بي ايه متلاحظ عندي في الايه في السكروتم، وبي اسمه كونجينيتال انجوينال هيرنيا. الصوره اللي فاتت دي انديفرنت جونيد، عشان نفتكر ايه اللي كان عندنا في الانديفرنت جونيد، كان عندنا اللي شبه عواد الكبريت دول اللي هم البريميتيف سيكس كوردس، دول ميزوديرمال اللي لونهم اسود، السيلز الحمراء الصغيره دول عباره عن ابريمورديال جيرم سيل، ودول اندوديرمال ان اورجن. ازاي ده يتحول بقى الى اوري؟ طيب حصل ايه بقى في الصوره رقم ايه؟ هلاقي ان البريميتيف سيكس كوردس حصل لها ايه؟ لو نفتكر كده في التستس كانت السكس كوردز دي فضلت وحصل لها بروليفريشن، هنا لا حصل لها هي وشويه من الجيرم سيلز حصل لهم دي جنريشن وخدوا مكانهم في المظله. تمام، يبقى حصل ايه للبريميتيف سكس كوردز؟ هي وشويه من الجيرم سيلز حصل لهم دي جنريشن وخدوا مكانهم في المظلة، اهي degenerating medullary cordis، degenerating medullary cordis. تمام، طيب هي نفضل كده من غير cordis؟ لا احنا عايزين بقى cordis جديدة، يبقى تبدأ تكون جيل جديد من الكوردس اسمه ايه second generation of cordis. ده بيحصل في الايه في الاسبوع السابع، يبقى في الاسبوع السابع هعوض الكوردس اللي حصل لها degeneration دي بانه يتكون عندي second generation of cordis اسميها ايه cortical cordis. تمام، وتطلع منين؟ تطلع من الميزينكايم او الميزوديرم بتاع السيرفيس ابيثيليوم. ونلاحظ حاجه ان الكوردس الجديده دي هتفضل لازقه في الابيثيليوم، تمام، بتاع الايه بتاع الجينيتال ريدج، تفضل لازقه في الابيثيليوم بتاع الجينيتال ريدج. وناخد بالنا هنا في فرق اهو بين الديفلوبمنت اوف ذا تيستس والديفلوبمنت اوف ذا اوفري. في التيستس اول كوردس اتكونت هي اللي ايه اللي كملت، لكن هنا في الاوفري اول كوردس اتكونت حصل لها دي جنريشن، اللي هيكمل معايا هو السكند جنريشن من الكوردس اللي اسمها كورتيكال كوردس، وتفضل لازقه عندي في الايه في السيرفيس ابيثيليوم. لو رجعنا للصوره اللي فاتت هنلاقي ان هنا ما اتكونش، احنا ان الكوردس كده لسه لازقه في السيرفيس ابيثيليوم. ليه؟ لانه ما اتكونش معايا تونيكا البوجينيا، ما فيش تونيكا البوجينيا في الايه في الاوفري، لان انا عاوزه السيرفيس بتاع الاوفري يبقى ثين عشان ليتر اون هيبقى في عندي ايه اوفيوليشن. الاوفري كده زيه زي التستس، اتكون فين؟ اتكون في البوستيرور ابدومينال وول. طب هي ترى الاوفري مكانه في البوستيرور ابدومينال وول؟ لا، الاوفري مكانه الطبيعي في البلفس، يبقى لازم ينزل من البوستيرور ابدومينال وول عشان يوصل لمكانه الطبيعي في الايه في البلفس على جانبين اليوترس. طيب زي التستس بالظبط، هلاقي في الكودا البول هلاقي فيه جبرناكولم برضو. تمام، طب الجبرناكولم ده ماسك ايه؟ كان في التستس ماسك ايه بايه؟ في التستس كان ماسك الكودا البول بتاع التستس بالسكروتال سويلنج، هنا هيمسك الايه الكودا البول بتاع الاوفري بمين؟ تحت بالليبيوم ميجوس تحت او بالاكسترنال جينيتال. طيب هناك كانت التستس نزلت لغايه ما وصل للسكروتم، هل الاوفري هيبدا ينزل لغايه ما يوصل للليبيوم ميجوس؟ اكيد لا، الاوفري يبدا ينزل شويه لغايه من البوستيرور ابدومينال وول لغايه ما يوصل للبلفس، وبعد كده يحصل حاجه للجبرناكولم. الجبرناكولم زي ما احنا شايفين يروح ماسك ولازق في الوول اوف ذا يوترس، مسك في الوول اوف ذا يوترس خلاص حصل ستوبج للديسنت، ويفضل الاوفري تفضل الاوفري موجود في البلفس، والجبرناكولم ده هيتحول بعدين لتو ليجامنتس، ليجامنت بين الاوفري واليوترس اسمه اوفريان ليجامنت، الليجامنت الثاني بين اليوترس والاكسترنال جينيتاليا اسمه راوند ليجامنت اوف ذا ايه اوف ذا يوترس. تمام، يبقى الديستنت في الاوفري مش كومبليت ديستنت زي اللي حصل عندي في التستس. انوماليز في الاوفري، الانوماليز في الاوفري اقل بكتير من الانوماليز في التستس، وممكن تبقى على شكل اجينيسيس، نفس الكلام يا اما يونيلاترال ما تكونش اوفري او الاثنين بايلاترال اجينيسيس.
ممكن يتكون يكون الاوفري بس ما يحصلوش جروس، ما يتكونش فيه الفوليكلز والكلام ده، فيبقى موجود لكنه هايبوبليزيك او هايبوبليزيا اوف ذا اوفري او اوفريان هايبوبليزيا. اخيرا طبعا ده وده رير ابنورمال ديسنت، ان انا الاقي الاوفري نزل عن مكانه، ممكن الاقيه في الاكسترنال جينيتاليا، وده رير ايه كونديشن. يبقى دول الانوماليز اللي ممكن يكونوا موجودين في الاوفري، وزي ما قلنا هم اقل بكتير من الانوماليز اللي موجود عندي في التستس. طيب ده طبعا شكل كده توضيحي يوضح الفرق بين احنا عند الانديفرنت جونيتس ازاي بيتحول الى تستس وازاي يتحول لاوفري. التستس اندر افكت بتاع الواي كروموزوم، لكن في الاوفري مفيش واي، ابسنس اوف واي كروموزوم. في التستس اول كوردس اتكونت هي اللي تكمل، يبقى اللي اسمها ميدالري كوردس ديفلوب تكمل، لكن في الاوفري اول كوردس اتكونت حصل لها ديجنريشن، وعشان كده احنا محتاجين السكند جينيريشن اللي اسمه كورتيكال كوردس. الميدالري كوردس هي الفيرست جينيريشن اللي حصل له ديجنريشن، الكورتيكال كوردس هي السكند جينيريشن الجيل الثاني، وهو ده اللي يحصل له ديفلوبمنت. في التستس يا ترى في جيل ثاني؟ لا، نو كورتيكال كوردس، الجيل الثاني ما تكونش لان اصلا مش محتاجين. طيب ايه تكون في التستس ما تكونش في الاوفري؟ في التستس بتتكون ثيك تونيكا البوجينيا، فصلت الكوردس عن السيرفيس، لكن احنا مش محتاجين التونيكا البوجينيا في الاوفري لان انا مش محتاجه الوول اوف ذا اوفري تبقى ثيك، لان احنا هنحتاجها ليتر اون في الايه في الاوفيليشن. اخر مصطلح عندنا هنا في الجزء ده هو الهيرما فروديتيزم او الانترسكس. مصطلح الانترسكس ان ممكن يبقى في انديفيدوال عندي عنده اوفري وتستس يكونوا الاثنين، وفي الحاله دي هيبقى ده اسمه ترو هيرمافروديتيزم او ترو انترسكس، يبقى انديفيدوال يكون فيه التو اورجانز. طيب لكن في مصطلح تاني اسمه سودو هيرمافروديتيزم. سودو هيرمافروديتيزم قال دي في ميل، الكروموزومز بتاعتها في ميل، لكن ابص على الاكسترنال جينيتاليا الاقي الاكسترنال جينيتاليا شبه الميل. طب يا ترى ايه السبب؟ هي كروموزومز بتاعتها في ميل، ليه الاكسترنال جينيتاليا بي ميل؟ طيب احنا لو رجعنا شويه كده هنعرف ان الاكسترنال جينيتاليا في الميل بيحصل لها جروس اندر افكت اوف ايه اوف تستوستيرون. معنى ذلك ان الفيميل دي كان عندها تستوستيرون عالي، جايباه منين التستوستيرون؟ اما المزر بتاخد تستوستيرون، او في تيومر برضو في المزر، او في بتفرز تستوستيرون، او عندها ايه كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. يبقى تستوستيرون عالي عمل ايه؟ خلى الاكسترنال جينيتاليا بي شكلها ميل تايب، بينما هي في الاصل الكروموزوم بتاعتها في ميل تايب وعندها اوفري. طيب النوع الثاني ميل سودو هيرمافروديتيزم، ده ميل برضو، لكن ابص على الاكسترنال جينيتاليا الاقيها ايه كومبليت، مش واضحه، امبيجوس يعني، مش واضحه، او ان هي في ميل تايب. معنى ذلك احنا نفس الكلام، احنا قلنا الميل مين اللي بيعمل ديفلوبمنت بالاكسترنال جينيتاليا؟ التستوستيرون. ليه ما تكونش هنا الاكسترنال جينيتاليا؟ يبقى في مشكله في التستوستيرون، يبقى في بروبلم وذ تستس او وذ تستوستيرون فورميشن، خلت لي هو ميل لكن الاكسترنال جينيتاليا بتاعته غير واضحه. ده الترم الاخير اللي هو ايه مقصود بالهيرمافروديتيزم او الايه الانترسكس، منه ترو وفي منه ايه فولس انترسكس او فولس ايه سودو هيرمافروديتيزم. تمام، وبالتوفيق.